المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا، العام الجامعي 2019-2020، الفصل الدراسي الثاني، المقرر تحليل وتصميم نظم المعلومات، الفرقة الثالثة، شعبة نظم المعلومات، المحاضرة الأولى، إعداد أستاذ دكتور محي الدين إسماعيل العلامي. نمذجة النظام: يعتبر النموذج محاكاة للنظام الحقيقي، ولكنه يتميز بأنه أقل تكلفة وقابل للتغيير والتعديل، ويهدف بناء النموذج إلى التعرف على النظام الحالي وأيضا تفاعل أجزاء النظام مع بعضها البعض، حيث يمكن من خلال هذا النموذج إلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تواجه النظام، وبالتالي تحسين أداء النموذج قبل أن يقوم المحلل باقتراح النظام الآلي الجديد. والمشكلة في أي نظام لمعالجة البيانات يمكن أن تنحصر في واحدة أو أكثر من الاحتمالات التالية: أولاً، الهيكل التنظيمي الحالي للمنشأة لا يتناسب مع طبيعة أو حجم النشاط، وذلك لنتيجة لإضافة أنشطة أخرى إلى المنشأة لم تكن موجودة من قبل، أو زيادة حجم تعاملات المنشأة مما يتبعه زيادة في حجم النشاط وما يمثله ذلك من ازدياد حجم بيانات التشغيل. والمشكلة هنا تنحصر في أن نظام معالجة البيانات الحالي أو المقترح لابد وأن يكون مرن ويتسع لمواجهة هذا الازدياد في حجم ونوعية البيانات التي تدخل إلى النظم للمعالجة واستخراج المعلومات اللازمة لإدارة المنشأة. ثانياً، التوصيف الوظيفي للقوى البشرية العاملة في وحدات المنشأة لا يتضمن بعض أو كل المدخلات المستخدمة، وذلك نتيجة لزيادة حجم أو نوع النشاط، مما يترتب عليه عدم التوصيف الدقيق لمسؤوليات العنصر البشري تجاه معالجة البيانات الواردة إليه. والمشكلة هنا إن عدم المعالجة المثلى للبيانات المدخلة يؤدي إلى إهدار أموال المنشأة وضياعها، بالإضافة إلى الإخلال بنظام الطاقات المستخرجة في شكل مجموع التقارير التي توجه إلى الإدارة العليا بغرض المساعدة في اتخاذ القرار. ثالثاً، المستندات الأصلية أو المدخلات لا تتناسب بياناتها الكمية مع نظام معالجة البيانات ولا تحقق الاستفادة القصوى من الطاقات التشغيلية لهذا النظام، مما يؤدي إلى إهدار طاقات التشغيل المدخلة وقصور في الطاقات المستخرجة في شكل مجموعة تقارير. والمشكلة هنا تنحصر في أن بعض أو كل المستندات الأصلية في حاجة إلى تعديلات أو دمج أو إضافات في بياناتها، مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لطاقات تشغيل نظام معالجة البيانات، بالإضافة إلى أن حل مثل هذه المشكلة يؤدي إلى حدوث تغييرات في مجموعة التقارير، مما يلزم تصميم تقارير جديدة أو تحديث تقارير حالية. رابعاً، التقارير أو المخرجات لا تفي باحتياجات الإدارات التنفيذية أو الإدارة العليا، حيث أن طاقات نظام معالجة البيانات تزيد عن مجموعات التقارير، مما يمثل قصور في حجم ونوع الطاقات المستخرجة، بالإضافة إلى أن نظام معالجة البيانات يواجه قصوراً في عمليات التشغيل ينتج عنه عدم إمكانية الوفاء ببعض التقارير اللازمة. خامساً، خريطة سير العمل لا تتناسب مع تنظيم أماكن العمل، مما يؤدي إلى أن إجراءات العمل تكون مطورة وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون متكررة أو معقدة وبعضها غير ضروري. ودراسة محلل النظام لخريطة سير العمل وتنظيم أماكن العمل عامل من العوامل الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار عند تعريف المشكلة ودراسة الحلول المقترحة. خطوات إنشاء النموذج: هناك خطوتين أساسيتين لوصف النظام الحقيقي يمكن تلخيصهما كالآتي: 1- البدء من المخرجات ووصولا إلى المدخلات. إن خطوات العمل أو البداية مع المخرجات هي مدخل فعال يضعها المحلل في الترتيب الآتي: ما هي المخرجات الأساسية التي يجب أن نحصل عليها من النظام لنرضي بها احتياجات المستخدمين؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نقوم بإعداد نموذج للمخرجات يوضح تدفق البيانات ويتم تعريفه في قاموس البيانات مع ملاحظة توضيح حدود النظام. ما هي العمليات الأساسية لإنتاج المخرجات الضرورية للنظام؟ وهذه العمليات تظهر وتعرض في خرائط تدفق البيانات. والسياسة التي تحكم كل عملية أولية هي أن لا يتم تجزئتها بعد ذلك، ثم تسجل في وصف العمليات. ما هي المدخلات الضرورية للعمليات لإنتاج المخرجات؟ حيث يتم إعداد نموذج لتدفق البيانات، حيث أن بعضها يمثل مدخلات إضافية للنظام نشأت في البيئة وتحتاج إلى تحديد منشأها من خلال بيانات مخزنة مسبقاً داخل النظام. ما هي الذاكرة الجوهرية التي يجب أن تكون لدى النظام للقيام بالعمليات الأساسية؟ الذاكرة الأساسية يعد لها نموذج مع مخزن البيانات. 2. البدء من المخرجات ووصولاً للمدخلات. يتم في هذه الطريقة التفاعل مع المنبهات الخارجية أو المدخلات مع التخطيط المسبق للاستجابة، وبذلك فإنه بوصول تدفقات البيانات تقدم لنا مجموعة العمليات المحددة مسبقاً من أجل إنتاج المخرجات المناسبة، حيث يتم إعداد نموذج كتدفق البيانات كمدخلات والاستجابة لمخرج النظام مع ملاحظة تحديد أصل كل منبه. أساليب جمع البيانات. يقصد بأساليب جمع البيانات تلك الوسائل والطرق المنطقية والفنية التي يتبعها محلل النظم لجمع بيانات عن النظام المطلوب تصميمه بغرض تحليل تلك البيانات وكشف أوجه قصور وعدم ملائمة إجراءات العمل المتبعة في الوفاء بمتطلبات الإدارات التنفيذية من معلومات. وتتنوع أساليب جمع البيانات، ولكن يمكن تلخيصها في الآتي: ألف، استمارات البحث أو الاستقصاء. استمارات البحث هي إحدى أساليب جمع البيانات، وهي من الوسائل التي يعتمد عليها محلل النظم للحصول على أكبر قدر من البيانات في مجال التطبيق. ويجب على محلل النظم مراعاة الآتي: يجب على محلل النظم تجنب الأسئلة التي يحتاج الرد عليها إلى كتابة فقرات طويلة. يجب أن تكون استمارة البحث مختصرة الحجم حتى لا يشعر المستفيد بالملل ويفقد رغبته وتركيزه في الرد على الأسئلة. يجب أن يحدد محلل النظم تاريخ معين كحد أقصى لاستلام استمارة البحث بعد استيفائها من قبل المستفيدين. ب. المقابلات الرسمية. المقابلات الرسمية هي إحدى أساليب جمع البيانات، وتتم المقابلة الرسمية بناء على طلب من محلل النظم، ويجب أن يشمل طلب المقابلة أعضاء من الإدارة العليا وممثلين من الإدارات التنفيذية في مجال التطبيق. ويجب على محلل النظم تفادي استعمال مصطلحات فنية في المقابلات الرسمية، ويجب أيضا الحرص على سماع أفكار وآراء كل المجتمعين، وهي ضرورية إلى جانب الأساليب السابقة للأسباب التالية: كسب موافقة الإدارة العليا وممثلين الإدارات التنفيذية على إنشاء نظام جديد للتطبيق المحدد أو تطوير نظام العمل الحالي، تقديم تقرير إلى الإدارة لكي تقف على ما تم إنجازه في عملية تحليل النظام الحالي. جيم، الملاحظة. الملاحظة هي إحدى الوسائل المباشرة للاتصال بالمستفيدين في مجال التطبيق بالمنشأة، حيث تتم الملاحظة بزيارة محلل النظم للمستفيدين في مجال التطبيق الذي تم تحديده للفحص والتحليل، ويقوم محلل النظم بمشاركتهم في تنفيذ إجراءات العمل، كما يقوم بتدوين كافة ملاحظاته كتابيا ولا يعتمد على الذاكرة في تسجيل وقائع تنفيذ إجراءات العمل. بالإضافة إلى قيام محلل النظم بمشاركة المستفيدين في تصحيح أي أخطاء تحدث عند تنفيذ إجراءات العمل.
يجب ألا يتردد محلل النظم في الاستفسار عن أي جزئية في تنفيذ إجراءات العمل، فقد تكون تلك الجزئية مدخلاً لوجه من وجوه التقصير في إجراءات العمل ذاته. يجب على محلل النظم أن يترك الباب مفتوحاً أمامه لتكرار زيارات أخرى للمستفيدين في مجال التطبيق، وذلك حسب الحاجة. تسجيل الحقائق: لا تعتبر عملية جمع البيانات أو الحقائق ذات أهمية بدون أن يصاحبها تصنيف وتسجيل لهذه الحقائق، حيث يمكن استرجاع ما هو مطلوب دراسته وتحليله. ولا شك أن الحقائق التي تم جمعها خلال عمليات الدراسة ستكون ذات نفع كبير لمحلل النظم خلال عمليات تحليل وتصميم النظام الآلي الجديد. أهداف عملية التسجيل: ألف، تكامل عملية الدراسة. فلا يمكن أن تكون الدراسة متكاملة بدون أن يكون هناك تسجيل لكل الحقائق التي تم جمعها خلال مرحلة جمع الحقائق. ب، تفهم النظام الحالي. لا يمكن تتبع العمليات التي تتم داخل النظام وتتبع حركة المستندات والوثائق إلا بتسجيل كافة هذه العمليات، وذلك من خلال خرائط النظام المختلفة. وسائل وأدوات التسجيل: ألف، التسجيل على الشرائط الصوتية. يمكن أن يكون ذو فائدة كبيرة في حالات المقابلة الشخصية والتي تتميز باحتوائها على معلومات ذات أهمية قصوى في دراسة النظام. ب، المايكروفيلم. تعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة في تسجيل الحقائق، وتتميز بقدرتها الكبيرة على حفظ حجم بيانات كبير في فيلم واحد. ج، الوصف النظري. ويستخدم الوصف النظري للنظام لإعطاء وصفا مختصرا لعناصر النظام ومكوناته من مدخلات ومخرجات ومعلومات وملفات، مع إعطاء تفصيلات لماهية المدخلات وأنواعها والمعلومات التي تحتويها وأنواع المخرجات والمعلومات التي تحتويها، ووصف للعمليات التي يتم من خلالها تدفق البيانات والمعلومات للنظام، وأيضا الملفات المستعملة وأحجامها وطرق حفظها والتعامل معها. د، خرائط التدفق. وهي إحدى وسائل تسجيل الحقائق، حيث تعتبر وسيلة بيانية للتعبير عن خطوات تنفيذ العمليات واتجاه سير البيانات وأيضا تتابع الأحداث وتصويرها، لتسهل رؤية العلاقات المختلفة بين الأفراد والأعمال التي يقومون بتنفيذها. قاموس البيانات: يمكن اعتبار قاموس البيانات في صورته البسيطة عبارة عن مجموعة من السجلات اليدوية المرتبة بطريقة معينة، مع وجود تفاصيل تلقي الضوء على معاني المفردات والمحتويات الموجودة في خرائط التدفق. قد يكون أيضا على صورة ملف من ملفات الحاسب الآلي، يتم الوصول إليه بمساعدة برمجيات معالجة النصوص. أي أن قاموس البيانات يعطي أوصافا واضحة ودقيقة لعناصر البيانات في النظام، وتنعكس المهام التي يقوم بها قاموس البيانات على طبيعة البيانات التي يجب أن يحتويها. فالمهمة الرئيسية التي يقوم بها قاموس البيانات هو أن يكون مرجعاً نمطياً للبيانات التي يتعامل معها، ولذا يجب أن يحتوي على حصر شامل لكافة البيانات ومواصفاتها وهياكلها طبقاً للوقت الحالي، وهو عرضة للتجديد سواء بالإضافة أو الحذف ما دام هناك بيانات جديدة يتم استخدامها داخل النظام. ومن أجل أن يكون قاموس البيانات ذو فاعلية، فإنه يجب أن يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالبيانات وتدفقها وهياكلها، ويمكن تلخيص هذه المعلومات كالآتي: 1، الأسماء الأساسية لوحدات البيانات. 2، وصف وحدة البيانات. 3، عناصر البيانات المرتبطة بالوحدة. 4، المدى المسموح لكل عنصر من عناصر البيانات. 5، تدفق البيانات. 6، أسماء العمليات التي تنفذ على البيانات. 7، مخازن البيانات.
بناء قاموس البيانات. يمكن بناء قاموس بيانات يدوي ويمكن تحويله إلى ملفات على الحاسب الآلي فيما بعد، ويحتوي على 5 أنواع من النماذج كالآتي: 1. نموذج العمليات، حيث تبدأ عملية بناء قاموس البيانات باستيفاء نموذج العمليات الرئيسية، ويحتوي النموذج على البيانات التالية: اسم النظام، اسم العملية، وصف العملية، المدخلات إلى العملية، المخرجات من العملية، الملفات المستعملة في العملية، الوصف المنطقي للعملية. والشكل التالي يوضح هذا النموذج: 2. نموذج تدفق البيانات، يحتوي نموذج تدفق البيانات على البيانات المتعلقة بحركة تدفق البيانات من العمليات المختلفة، من حيث اسم تدفق البيانات، وصفها، مصدرها ونهايتها، ووصف هيكلة البيانات المتدفقة بالإضافة إلى حجم البيانات المتدفقة كما بالشكل التالي: 3. نموذج مخازن البيانات، بعد استيفاء نموذج تدفق البيانات فإنه من الضروري التعرف على مخازن البيانات التي يتم التعامل معها، والبيانات التي يحتويها نموذج مخازن البيانات تشمل اسم المخزن، وصفه، واسم البيانات المتدفقة إليه، والبيانات الخارجة منه بالإضافة إلى محتويات الملف. والشكل التالي يوضح هذا النموذج: